وجود يعني الموضوع فيه، انا مش عارفة هو هزل ولا بجد ولا ايه بصراحة، يعني في شعوذة ولا ده كلام. اللاعب مؤمن زكريا يعني في خبر بيجمع بين الجد والهزل فعلا، بعد ادعاء ترابي بانه لقى سحر اسود مدفون في مقبرة للاعب مؤمن زكريا، والتربي قال انه اتصل باللاعب وقال ان في مقبرة لجد الكابتن مجدي عبد الغني، وانه كان عليه طلاسم بالمرض والمود والموت والاجهزة الامنية. هو ده بقى يعني اللي شدني صراحة، الاجهزة الامنية في القاهرة بتحقق في هذه الواقعة. كابتن مجدي عبد الغني قال ان دي خرافات وخزعبلات طبعا، واقسم بانه ما دخلش مقبره جده دي من 40 عام تقريبا، وانه هيقدم بلاغ للنائب العام ضد الصحفي اللي نشر الموضوع ده لانه بيروج للجن والشعوذه. طيب هل الكلام ده ممكن يبقى حقيقه؟ في سحر اتذكر في القران، في سحر وفي حسد، بس هل اما بيبقى في مرض فسيولوجي ومرض نادر بيصيب حد ده ممكن يجي عن طريق سحر؟ خلينا نشوف ده. يعني عايزين نخش على الصفحة، ويا ريت انا عايزة اراء الناس، هل ممكن السحر يوصل بينا لده؟ طب هل هي شعوذة؟ هل بنفتح باب بقى للمشايخ، مش مشايخ بقى يعني، ان انا عايزه اروح لحد يفك السحر ده زي ما قالوا مؤمن زكريا جاب 4 مشايخ وجري على المقبره عشان يفك هذا السحر. ده ماشي مع العلم، ماشي موضوع. خلينا يعني نقطه ومن اول السطر، اتمنى المشاهدين يشاركونا بارائهم على الصفحه، واحنا هنعمل حلقة خاصة بهذا الموضوع، وهنشوف السحر والحسد والاعمال السحرية هل دي فعلا موجودة. وفي حد مشهور قوي سمعت انه في اسوان بيعمل عملية تنظيف للمقابر من هذه الاعمال، وعامل حملة لوجه الله. هل الحاجات اللي بفلوس دي هنفتح باب لده؟ وهو ان كان مفتوح فعلا يعني هل يمكن مقاومته؟ نقطة من اول السطر. اسمحوا لي بقى نطلع فاصل نستقبل ضيوفنا، حلقه ساخنه جدا، موضوعها حسن نصر الله. معايا ضيفين عزيزين مهمين جدا، محللين سياسيين، يخشوا معانا.